السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي الأستاذ، أستاذ آلة العود والموسيقى في معهد الدراسات الموسيقية العراقي. أتمنى تكونون بألف خير وإن شاء الله نستمر وفق منهاجنا في أيام مقامات وأيام إيقاعات. اليوم عندنا من أهم الإيقاعات اللي مستخدمة دائما واللي استخدموها في حلب واستخدموها في أغنية سيرة الحب وأمل حياتي في أغاني في بعض أغاني أم كلثوم، اللي هو إيقاع الكراتشي. ونلاحظ أمامكم بالورقة الآن كيف راح يعزف من خلال ما راح أطبق لكم التطبيق الشفهي اللي هو تك، اللي هو طبعا دائما هذا الإيقاع إيقاع كراتشي 2/4، ودائما احنا متفقين بأنه نوضع الورقة أمامكم حتى يتم قراءته قراءة أكاديمية. طبعا يبدي بدايته بالتك أس تك دم، تك أس تك دم، تك أس تك دم، تك أس تك دم. اللحظة أمام تك أس تك دم، تك أس، لاحظ تك أس تك دم، تك أس، لاحظنا. أو أكو بعضهم يقول لك تك أس، لأن هذا مع الوزن 2/4، عندك كروش والسكتة راح تصير كروش، فراح يصير عندك 2، تك أس تك دم، الدم هذا أوكي، فيصير عندك تك أس تك دم. لاحظ صندوق الوصف، صندوق الوصف موجودة بعض الأغاني اللي هي أمل حياتي وكثير من الأغاني، ودائما أغنية أحد الفرق الحلبية اللي موجودة في الشام. أيضا راح نلاحظها في مجموعة أغاني، راح تلاحظ الإيقاع أمامك، إيقاع الكراتشي كم هو واضح وكم هو شفاف وجميل جدا. ويعني مثل ما تعرفون معظم أغاني أم كلثوم اللي موجودة في صندوق الوصف بالأسفل أنه استخدم هذا إيقاع كراتشي في بعض المقاطع، ممكن بالبداية وممكن في النهاية، مثل ما استخدم إيقاع الهجاء المصري استخدمه مرات في البداية ومن ثم البعض استخدموه في الوسط. أتمنى أن تكونون بخير واستمتعتوا بهذا الإيقاع الجميل اللي هو من أجمل الإيقاعات في العالم العربي، واللي من ضمن مجموعة إيقاعات جميلة استخدمت في بعض الأغاني. تحياتي لكم وأتمنى تكونون بألف خير وإن شاء الله استفاديتوا. لا تنسون اللايك والإعجاب والاشتراك بقناتي، وأتمنى تشاركون فيديوهاتي في صفحاتكم في التواصل الاجتماعي لكي يصل أكثر عدد ممكن من المشتركين وأكثر عدد من المستفيدين في آلة العود. وأيضا موجود رقم هاتفي في صندوق الوصف للاشتراك في الجروب الخاص في الواتساب أو الاشتراك لأي استفسار. تحياتي لكم وأتمنى تكونون بألف خير، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.